من جديد فريق ليفواري متقدم تماما وهذه تمريره طويله في الامام خطيره واحمد عادل عبد المنعم بيخرج بشكل خاطئ واحتسب الحكم ركله جزاء احتسب الحكم ركله جزاء خروج خاطئ من احمد عادل عبد المنعم ويتسبب في ركله جزاء احمد عادل عبد المنعم يغيب طبعا شريف اكرامي للاصابه اتمنى له السلامه والعوده السريعه لتشكيله النادي الاهلي وايضا لدينا يعني عبد الله السعيد يجلس على مقاعد البدلاء شفنا سيناريو يعني مختلف تماما الان كاد النادي الاهلي ان يتقدم بهدف لوليد سليمان وادي كره طويله في الامام يعني ضرب اللاعب صبري رحيل اللي بيلعب في الجهه اليسرى بهذه التبريره وانفرد روجيه السالي اخطر اللاعبين ومر من احمد عادل عبد المنعم حكم المباراه راى انه احمد عادل لمسه ادي هنشوف هل كان هناك لمس من احمد عادل عبد المنعم لكن ريكو توجو يحتسب ركله الجزاء على النادي الاهلي في هذه اللقطه، النادي الاهلي قادر يعني حتى لو سجل فريق سيوسبور هذه الركله النادي الاهلي قادر على العوده في هذه المباراه هناك يعني في هذا الملعب في استاد روبر شامبرو في ابيجان. فريق الايفواري ليس بالفريق المرعب برغم انه لديه عناصر جيده بعض العناصر ولكنه على المستوى الجماعي فريق يفتقد للكثير من عناصر كرة القدم الحديثة. روجيه السالي يتسبب في ركلة جزاء اللاعب اللي هينتقل لنادي تيبي مازيمبي في يناير القادم. شوف اللاعب رقم 19 كوفي كوامي لاعب الوسط هو اللي هيتصدر لركلة الجزاء. كوفي كوامي اتمنى التوفيق لاحمد عادل بعد ما يعني تأخر هو حتى في الخروج وتسبب في هذه الركلة أحمد عادل عبد المنعم مسعد عوض يعني بديله في مباراة اليوم وادي كوفي كوامي وأحمد عادل كوفي كوامي وأحمد عادل كوفي كوامي ويسجل الهدف الأول لمصلحة سيوسبور في مرمى أحمد عادل في الدقيقة 22 من عمر الشوط الأول يأتي الهدف الأول الآن لسيوسبور من ركلة جزاء عن طريق اللاعب كوفي كوامي هدف التقدم لسيوسبور تحرك احمد عادل على اليمين وضع عالو على الجهه اليسرى هذه الاعاده عالو قويه في زاويه صعبه على احمد عادل كوفي كوامي بيسجل اول اهداف سيوسبور لفرحه طبعا لاعبي سيوسبور بهدف